السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم شخباركم؟ جيناكم فيديو جديد وفيديو كلش رائع على تربية البلاوين، تأليف البلاوين وشلون راح تألفه وتخليه يجي عليك وتخليه ما يخاف من شخص أو ما يظل متوحش بس بالقفص. شباب هسه راح نديكم الفيديو ونحكيكم التفاصيل وشنو العلف مالته وشلون راح تخليه يجي يحط عليك البلاوين. فالشباب خليني اقول لكم معلومه، صار لي هواي ما منزل فيديوهات، الله شاهد صار عنده موضوع والله عداه بخير وقاطع هاي المسافه، لا منزل لكم فيديوهات ولا ناشر فيديوهات ولا مصور، ليش كذب عليكم؟ هذا اول فيديو راح اصوره وراح انشره وان شاء الله راح نستمر وياكم وراح انزل لكم فيديوهات كلش حلوه وكلش قويه ومغامرات واستطلاع وفلوقات. هسه ظلوا ويانا نسوي العلف مال الطيور مال البلاوين قصدي، نعلمكم شنو الطريقة نهدف فيها البلبل. تعالوا ويانا حبايب قلبي، هواي يقولون ما جاي تنزلنا فيديوهات وما جاي ذا، الله شاهد بالمولدة وما فارق، يعني هسه بالمولدة الساعة 12 الظهر اوصل اهلي ارجع لهم الساعة 2 بالليل او مرات بالاربعة وارجع دول. يعني انا قلت مرات اروح لهم العصر بس مجرد اتعشى وارجع للمولد، يعني ما فارق الله شاهد. وهذا عبود يدري فيها بيوم يا يمي، بس انا حاليا بطل مولد يعني مو بالبيت، وذن البلاوي ما فيه انه بطل مولد، وعندنا بعد زوج بالبيت وعبود عنده تقريبا 4 5 ومصطفى جاي يصور لنا عنده 6 7، يعني احنا نعرف نربيهن ونعرف نالف البلبل. هو يعني مو صعب تاليف، بس يجيك واحد يقولوا شنو تهي يجيبه صغير ضرور كذي تهي، لا هاي عبودهم صارت كذي هم جاء أصغر من ذنه وأصغر هيك ورباها وفيش طلعت وحشية عنده، إن شنو ما دارها أو ما دربها. يقول بشرد الرادة تدريب تعلم على الصوت مو على الصفارة، أول شيء لازم مو صوفر ذن سمع أصوات هيك عمر سمع أصوات على شنو يطبع بعقله قال يقرأ نفس الأصوات اللي سمعت ذنه، بس مو سمع اصوات مال البلبل عادي، لا سمع مال اصوات قويه. بس انا قبل لا نشرح لكم عليها خل نظل ناكل. تاكل انت ولا لا؟ شو؟ اليوم سواق المولد نعمه. انا حتى تجيني كلام وياه. لا يا جماعه الحلويات تجيني يوميا بالليل وكانت من الجوع ولازم يرجعها. شوف هذا البلبل هذا اول ما يعني تسوي هيك عمر او هيك عمر يعني هيك اعمار لا اصغر من هيك اعمار نادرا، يعني توكله قليل من الفواكه توكله كله بروتين. شوف البروتين هاي البروتين مالته، تعال قرب علي شوف شلون المرض، لازم مو توكله البروتين يابس، توكله البروتين تنقعه بماي. شوف هسه وراه مع البروتين شنو هيك عمر بعد شنو توكله بروتين، شنو اكثر شيء توكله من الفواكه. شو نشرب له؟ لان هاي الفواكه ايش بيها؟ بيها يعني تعطي طاقه شلع الشتاء ايضا. بس عند هذا يظل يعلق سكتشاته قويه. هذا مو تعلفه اكو بيهم هواي راسلوني هواي راسلوني قالوا احنا جاي نجيبه ونتعب عليه ويموت، يعني ظل عندنا فتره ويعني بعده ما يكبر ولا يصير قبل لا مصفي هو يموت.
هاي شنو انت جاي توكله جوز كل 4 ساعات 5 ساعات تطي شوي مرات 6 ساعات مرات تطلع ومن ترجع للبيت تبني فكرك حقك تطي شوي لا هذا هسه حاليا بدون حوصلة هذا الزغير هسه شوفوه هذا بدون حوصلة يعني شنو قبل قبل جاي ياكل وتطلع مالته شنو قبل جاي ياكل ويذب قبل بس من يكبر يصير عنده حوصله يخزن يعني طير الضرب مال الاكل محافظ عليه بس هسه لا هسه كل 10 دقائق كل ربع ساعه يجول وقته يعني مو انا اقول لك تطي ورا ساعه ساعتين يلا تجي تطي النوم لا هاي غلط وثاني شيء الخيار لا تاكلون خيار مو تشوفون اللي يحب الخيار او يحب الخيار لان هو لو اكلت طماطم وخيار انتهى يقول بيصير الحنجره مالته مو قويه يعيش هو ويتالف وهاي بس هو شنو انت الفته شنو الفائده ما في صوت انا الفته هاي والفائده كلش ما في صوت ليش حرامات يعني حتى تريد باكر عقب تبيع ما يجيب لك سعر الطماطم والخيار اقطعهم من يمك والله الصراحه انا اكلت خيار لا الخيار راح تاكل وأكله مو مات وأكله أنا أكله كل أسبوع كل 10 أيام أكثر شيء الحمام إيه بس الحمام لأنه هذا شو بعونة فهسه شبعان هسه شنو شبعان حتى قام الصوت مالتهم ما يطلعن وين شبعان وشو يشرب ماي تحصل له العنباية تحصل له اي شيء برتقاله يشرب الماي مالته يموت عليه هسه شبعان راح الثانيين 5 دقائق وشوفون شلون هم راح يرد الجوعان هسه شوف اذكر لك هسه على الباي تجيها ولا واحد نمل بس هذا صار ما ادري والله سواله مو مساواه كذا هون هسه شبعان راح التانيين في 5 دقائق 7 دقائق لحد 10 دقائق راح يصير لك ميت من الجوع ميت ميت يعني ايش تقول هذا ما ماكله من الصبح لاني ان شاء الله راح انزل لكم هاي الفيديوهات وتدرون هذا اللي جانا هديه قبل هذا الفيديو نزلته اللي جانا هديه نزلنا خواته وياه طبعا شباب طفت الكهرباء وبعطيه راح يشغل مولدته هسه احنا بمولد مصطفى وبعطيه راح وقال بعد انت مدبروا الفيديو شو ما كان لا والله وهذا مصطفى هم راح يشغل وهذا من البلاوي رجع على حكايه بعطيه بس استنى وكلنا انا ما صار لنا اقل عن 5 دقائق اكبر جان جاعن يقول ما ماكله تعبت شوفوا شباب واللي يريد يعلم البلبل بس يصيح لو يجي لا تريد تعلم البلبل بس يصيح لو يجي بس جوعه لا تريد تعلمه يعني يجيك بس جوعه هسه خليه شلون هسه شلون هذا جوعان بس خليه يجوع كلش وتصير عليه بعيد وصوفر له ضل صوفر له ما صوفر له عسير هي شو ضل تسوي له بصبعك هيك يعني يسوي له حركات بس خلي يعني يشوفك وينتبه لك ويجي اول مره ثاني مره ثالث مره نبوي يضل يجيك لوحده بس يعني تصيح له هاك واحد هذا يعني بس تصيح له يجيك
بس يجوع وصيح لي يجيك هسه شبعانة بس هذا شوية جاء أضل بس مصطفى يشغل جوازات ولا تخلون البلابل أكثر شيء بالقفص البلبل ما يصير يضرب بالقفص ما يتألف يعني يظل هو يعني يظل وحشي ما متعود يعني يطلع وهاي ويشوف ناس خليه مثلا دائما طلع وياك بالشارع وخليه يشوف ناس على مود البلبل يبقى متعود مو يجي مثل يجي واحد يخاف من يمه ويطير من يمه لا دائما طلع وياك بالشارع وخليه يفتر وياك وشو هسه ذني صورة مصغرة بطيء شباب ولا شوفوا البلبل ما كام اذا عندك بلبل وشوف البلبل مثل ريشة تعبان او شوف بحالة تعبانة او شوف هذا الصفار ما له ضعيف يعني الصفارة فاها حيل مو تقول هذا نثية لا هذا مرات يتمرض هذا البلبل يتمرض يظل شي يبين عنده يبين بيه منها من جوه يصير الصفار ما تفاهي وريشة تعبان يعني هيك يطيح ريشة هذا يجيب له علاج لو توكله ثوم تسوي تمرد الثوم وتوكله اياه لو تجيب له دود يبيعون اكو هذول الجنابيز حق الطيور دود وما جوزه 3000 هيك تجيبه توكله من يمه البلبل يعني يصير بحاله صدق جيده شوفوا هسه هذا شوفوا شلون ريشه كامل وصاحي لا مخنج مثل يقول تعبان ولا هاك باع شلون نفش ريشه اكو بلابل لا لا حس ولا نفس بس مجرد يحط على صبعك لا يحكي ولا ابد صفاره ما يصافر ما حسدني جوعان وانا استنى وكناه هاك باع هذا شلون جوعان وهي هاي تربية البلابل اللي يسألون على تربية البلابل شلون اربي البلبل مثل ما قلنا لكم من تريده يجيك مثلا تخليه هو جوعان جوعه مثلا لا تعطيه اكل او بدا يعطيه اكل او لا تعطيه اكل وش تسوون تخليه بالقفص تخلي البلبل بالقفص تفتح الباب مال القفص ولا تعطيه اكل لا تعطيه اكل البلبل لا تعطيه اكل افتح الباب مال القفص وظل الصوفر له لحد ما يطلع هو من القفص لوحده والنوبة شوية شوية إيه لا صوفر له بس يعني نصيح له معلومة ثانية يا شباب البلبل أبد بهيج عمر ما توكلون ما يشربونه ماي البلبل بهيج عمر ما يشرب ماي ركبهم يطونه ماي ويموت البلبل ما يشرب ماي بس من يكبر هو يظل الواحد يشرب ماي هسه حوصلة ما عنده جاياك منه ويطلع منه هيج بس هذا البلبل شوف حوصلة ماكو ياكل منه ويطلع منه باع حسار بالبول مصطفى معلمه باع هسه بس يسوي له هيك شيء قبل يجي هسه مصطفى خليه يجي عليك مصطفى خليه يجي عليك خليه يجي علي؟ اي خليه وخليه يجي عليك خليه على القفص خليه يجي عليك هاك باع متى يتعلم البلبل هيك يجي بس هسوي له الصوت ويجي قبل
هيك مثل يتدرب البلبل، تخلي على مكان وصيح له ويجيك، على مود البلبل يتعلق بيك، مثل ظل مصيح له يجيك، مثل توكله هو بعيد عليك له هاي مني يطير من المكوير وفي بعيد يجيك بس الصيح له. حماس كله العقول يسوي ليش ما عشان يجعل مصطفى؟ ما راح بعطيه المولد بعد قطية والله الله شاهد كل ما يريد يصور ما يقدر لأن التزام بالمولدة مش ما كان يعني ملتزم بها حتى طلعة ما يقدر يطلع من المولدة أكوي من المولدة ليش ما تصور ليش ما تصور ليش ما تصور ما يقدر يطلع من المولدة وهذا صيف مو شتاء لو شتاء بيها باب جواب يقدر يطلع ويمشي يعني الكهرباء زينة بالشتاء أوه أنت عاركن وخيت عاركن ما تسبب ما لو بعطيه هذا ما تسبب هذا بريض هذا طبعا هذا أيوة هذا شبع هذا شبع شباب وهسه جيت لو عطيه وطبعا لو سمعونا لو لا من الهواء لان الهواء كلش عالي هذا البلاول وهاي مولده ابو عطيه وبس كون تسمعون الصوت مالتي لان صوتي مولده وهواء ابو عطيه ها قابل تقولون كذب قابل تقولون كذب ابو عطيه ما شغال هاي المولده مالتي صورنا احنا مولدة مصطفى وهذا من البلاول بعد واحد لكن خذها مصطفى بعد ما ارضى يطي ما ارضى يطي لا ما ارضى يعني صارت اثنين انا ما يروح احنا قاعدين نتلاقى لك عز من روحي بعد هو خذها ما اخذ له هذا بالهدية اعطاك اياها هدية لا خذ واحد بس مو بالهدية هذا بالهدية هذا اعطاك يا هدية شو اقول عليك ابو صيفي تقعد تضايق مولدك ما بيب والبوي ولا المولد اللي بيها ثلاثه الله يبقى محمد شباب العلم الساعه من كنا هناك اعتقد صار لنا ربع ساعه وعشر دقائق قلت لكم وكاليد الشبعه انت مو توقف لما تشبع وتروح ورا ثلاث ساعات اربع ساعات صار لنا خمس دقائق ولا عشر دقائق شوفوا ميتات اليوتيوب شوفوا مات من الجوع وهاي المولدة قبل الكهرباء ما كملت تكمل فيديو انجلطت هاي بثناء شغلتها لأن الناس الله تحكي لا تقل 10 دقائق أو ربع ساعة الله تحكي الناس شنو ديت منك انت من العرب صدق الحقهم من أكثرية الناس قاعدة في البيوت مال البلوك والبلوك لا طفت عليه كهرباء صار تنور تحياتيكم لينا تتيح حلقتنا وإن شاء الله إن شاء الله كتبكم الله يتقبل منكم ما فارق صار عندي شغلة وحد لو راسي حيل يعني يجي يدري عبود يدري مصطفى شغلة إن شاء الله هاليومين ثلاثة راح تنحل ونعمل لينا تتيح حلقتنا لا تنسانا باللايك والاشتراك نريد نطب نريد نعمل 10,000 ما بقى شيء ال 10,000 أريد نعبرها نوصل تحياتي لكم أخوكم أبو عطية عبود عازم.